حول أبرز ما جاء في هذا المقال نرحب بكاتبه السيد سامح المحريق. صباح الخير أستاذ سامح. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. كتبت أن متابعة الحملات الانتخابية الحزبية يحدد مدى سقف التوقعات بخصوص التحديث السياسي، ماذا عن متابعتك للأحزاب الموجودة اليوم؟ ما هي توقعاتك؟ مبدئيا توجد أحزاب جديدة على الخارطة، توجد تقاليد حزبية جديدة، ولكن إلى الآن هي لم تختبر. نحن لم نسمع من الأحزاب كثيرا في التواجد وفي الأمور، توجد ندوات، توجد أنشطة، ولكن فعليا لا يوجد حراك واسع للأحزاب في الشارع أن يستطيع الوصول إلى الناس. فالحملات الانتخابية خاصة الحزبية منها ستكون اختبار واسع جدا بتوجهات هذه الأحزاب، هل ستقدم خطابا جديدا مختلفا عما يقدمه الناخبون المرشحون في الانتخابات السابقة، هل ستكون لديها تغطية أكثر، هل ستستطيع أن توصل فكرة البرنامج أم أن يكون مجرد شيء شكلي كما كان في السابق. فالأحزاب أعتقد أنه عليها مسؤولية كبيرة لتحريك مشهد سياسي يستطيع أن يجذب الناس ويحلق حالة من التحالف ويقنع الناس بالذهاب إلى صعيد الاقتراع. نعم، يعني برأيك الانتخابات المقبلة ربما ستعطينا انطباع ربما قليل عن ما سيكون عليه شكل الحالة السياسية في الأردن؟ طبعا ستعطينا انطباع كبير وليس انطباعا قليلا، يعني بالنهاية سيتحدثون عن برامج، هذه البرامج يمكن للناخب أن يرى مدى واقعيتها، من السهل جدا أن تقول برنامج تحسين التعليم، برنامج النهضة بالقطاع الصحي، ولكن البرنامج التفصيلي أن تقول هناك مثلا 50 مستشفى، هناك 100 مدرسة، من أين ستأتي تكاليفها، على حساب ماذا، ماذا سيخفض، ماذا سيكون الأولويات، هذا ما نفتقده في برامجنا. كل البرامج التي اعتدنا عليها سابقا تقول أننا سنجعل الأمور أفضل بكذا وكذا وكذا، لكن لا أحد يقدم تجربة كيف أو إجابة على كيف وعلى حساب ماذا. أنت لديك موارد محدودة في النهاية، فإذا أنت ستستثمر في نقطة يجب أن تحدد لي مصدر الموارد الذي ستستغله وما هو الشيء الذي ستضحي به. عادة نحن انتخاباتنا ومقولاتنا الانتخابية كلها تدور حول أننا سنمضي إلى الأحسن، أننا سنطلع الأفضل، ولكن لا أحد يجيب على التفاصيل. نعم، طيب أستاذ سامح، يعني كيف سنضمن فعليا تغيرا في المشهد السياسي في الأردن ونهضة ربما بشكل أو بآخر في ظل إعادة تدوير نفس الشخصيات ونفس الوجوه في الأحزاب القائمة حاليا؟ مبدئيا أعتقد أنه يوجد تدوير، ويوجد البعض يعتبر الأحزاب أن هي طريقه، يعني عدل طريقته في الوصول إلى الموقع السياسي أو التأثير السياسي، ولكن في النهاية الأحزاب يوجد فيها أعضاء، يوجد فكرة اسمها التحسين المستمر. لا، أنا لست متفائل بالنتيجة من أول دورة، من أول برلمان، بالعكس أنا أعتقد أول برلمان سيواجه الكثير من المشكلات، ولكن سيكون البرلمان الذي يليه والذي يليه هم اللذان يصححان هذه المشاكل. في النهاية الديمقراطية استحقاق ولا يمكن الهروب منها، ولكن مع الوقت تتحسن الديمقراطية. المشكلة هو في التوقعات العالية، أننا نعتقد أنه إذا جاء برلمان حزبي أن الأحزاب ستتصرف بطريقة رائعة وطريقة عقلانية وستحل المشاكل وزي ما بيحكوا تجيب التايهة. لا، الأمر ليس على هذه الشاكل، الأمر أنه يوجد مبدئيا ترسيخ لفكرة الحزب، الحزب يحسن ممارساته، الحزب يكون فيه نقد داخلي، الحزب يكون فيه تحسين، وبعد ذلك تأتي انتخابات أخرى. الانتخابات الأخرى سيكون فيها الحساب للتجربة الحزبية، سينصرف الناس عن أحزاب ويذهبون إلى أحزاب أخرى. نعم. وهكذا. فهي المسيرة خلينا نحكي أنها هي ثلاث أو أربع محطات انتخابية قادمة، يعني نتحدث عن مدى زمني من 10 إلى 20 سنة. نعم، يعني المشهد المطلوب من كل الأردنيين بحاجة إلى فترة أطول لكي ينضج ونراه فعليا وواقعا على في الأردن. بدي أشكر وجودك معنا الكاتب الصحفي سامح المحريق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.